عنه. يوم قلت تبدأ طرأ عليه شخبوط. طيب ليش تحبه؟ لأنه الشخص اللي كنت بعد ما نخلص كل يوم بث يجيني يمسكني على جنب، مو أنا أجيه، هو اللي أعطاني الثقة هذه، هو اللي كان يجيني ويسألني، مو أنا اللي كنت أروح وأشكيله. ما أول ما جيت هنا ما كنت أعرف أحد منكم، كان يجيني ويمسكني يقول لي مهند أنا شايفك اليوم ضايق، إيش فيك؟ أقول له يا ولد ما فيني شيء، أقول له يا ولد أنا أعرفك من عيونك. فكنت كنا نجلس هنا بعد البث، والله هنا أي نجلس في الأرض بعد، هو في الأرض وأنا على الكنبة، وكنت أطري له الموضوع اللي صار وضيق خاطري، ويعطيني من الكلمات البسيطة تعرف الكلمات اللي بدون تكلف، بدون أي تكلف كذا كذا كذا، وأنت على حق، ويجيني بقوة لو أني أنا ماني غلطان، لو أني غلطان يقول لي أنت غلطان لكن كمل، لأنه غلطك هذا طبيعي، شيء عارف يحسسك رياليتي، شيء واقعي، أنت هنا في قناة واقع. فوالله العظيم كنت أرجع من اليوم اللي بعده ما كان فيني شيء، حتى أني أذكر يوم أني ضاق خاطري هنا 3 أيام، يمكن لاحظتني 3 أيام مدري. ما كنت مهتم لك. أيوه أنا عارفك ما أنت مهتم، غبي. الله يعين أم حسن عليك. آمين. نعمي عليك. يا ولد 3 أيام قسما بالله العظيم لو شخبوط كان موجود إنها ما تستمر هذيك الزعلة ساعة. شوي الطعم. والله ما تستمر ساعة. لأني أكثر من 10 مرات هنا زعلت. ومن بكرة أرجع طبيعي، كله بسبب بعد الله سبحانه وتعالى شخبوط. أول ما شفته قبل تجي هنا حبيته؟ لا لا أقسم بالله لا. وأنا تذكر يوم دخلنا ف... وأنا أنت كشفت لي أنت يوم أنك انقبلت في البرنامج بعد، يعني انقبلت الأول ترى. إيه أول واحد انقبل أنا، بارك الله فيك. لما جاء أنك انقبلت أرسل لك في تويتر. أرسلت لي؟ إيه أقول لك مبروك يا محمد القبول. ما رديت علي وانا اكرهك، اقول هذا ايش متكبر ذا، اعوذ بالله، عشان صوته حلو والله صدق. اي بس بعدين خلاص شوف الحين اقول لك يا غبي وعادي. اي لا لا شخبوط. انا ابغاك قبل انا من متى تعرفه؟ اعرفه من زمان في السوشيال ميديا، بس اني كذا ما هضمته. ليه؟ وانا بقول لك ليه ما هضمت كذا. كيف ما هضمته؟ ليه يا اخوي؟ فيه القابليه من الله سبحانه، احد تحبه من شكله، واحد ما تحبه هي اللي انت قابله. صح. قبل ما كنت حابه. طيب حتى المكان اللي ادري انه فيه ما اروح له. هو كان في نفس المدينه؟ اي انا وياه بنخرج. طيب كتب الله احنا نتقابل هنا. قابلته قبل اجي هنا بيوم. وانت عارف انه كنت تتابعه شكلك. اعرف شخبوط الدوسري، اعرف له مقاطع منتشره. طيب قابلته هنا حبيته بزيادة ودبل وثري يوم شفت اهتمامه في أبوه. وشي ثاني الصلاة. الصلاة كيف؟ أنا وهو نفس الطينة. في الصلاة ولا في وشو؟ في كل شيء، من نفس الطينة في كل شيء، يعني في البداوة. صح. في علاقته مع أبوه. ومع النياق. ومع البل. وبالصلاة. وتمسكه بالصلاة. صح صح. المراجل. هذه أنا أشهد. إيه رجل بكل ما تعنيه الكلمة شخبوط. والله إنه رجل وإنه في قيد. والله انه فقيد. كمل محورك بارك الله فيك. انت ما قبلته يوم انك قبلته هنا عشان اهتمامه بابوه. اي يوم شفت مراجله هو غلط. بس بس انا شوف، هل كنت قريب منه مره؟ لا بوش هنا. اي هنا من يوم دخلنا احنا. والله ورب الكعبه. طب ما قد شفتكم تحت البث مع بعض؟ والله ما قد شفت. عشان في غرفتك لدرجة انه صار يفهمني، يقول محمد اذا صرت اسولف والتفت وجت في جات عيني في عينه درت شوي اقصد، يبيني اكمل السالفه ولا اسكت؟ خلاص في وانتو قوي قوي. يقول صرت افهم محمد من عيونه. ايوه هي لدرجة ان احنا فهمنا بعض وجلسنا مع بعض. شو يعني اقول كذا؟ الله يعينهم حسن عليك. هذا طوال ان شاء الله. الله يعيني عليك يا رب. امين يا رب امين. اسمع، لو لنفرض انه هذه وش هي؟ والله ما ادري. علن هذه طبعا. انت تذكر له موقف؟
هنا تصدق انك ما قد والله ما قد شفتكم الاثنين مع بعض تسولفون بسالفه خاصه ابمرها والله ما قد شفتكم يا كثر جلساتي انا وياك يا كثر ايش كان يقول يوم اننا كنا جالسين هنا جات مره وقاعد يطري لي موضوع يخصه شخصي وقال لي طبيعي كذا طبيعي يعني ما تاثر الولد ولا شيء عادي قال لي من ثقه وانا عارف ان الاوادم اللي زيه ذولا ما يقولون مواضيع زي كذا يعني تلقاه شديد مره يوم خلص وانا اقول له قصه او موضوع شخصي لي انا يشابه موضوع ذا وانا ما مسكت نفسي قاعد اصيح بكيت اي والله اني بكيت يا البكايه انت يا ترى كنت بكايه من المقعد وانا راح اقولي ترى كنت بكايه والله بكايه بس مسوي شاد هذاك اليوم وين متى يوم طلع فيصل ويوم طلع قبل فيصل مين شوف انا اعطيت امي وجهي ما عاد ابكي فهد عطني حجار شوف بيسوي نفسه مجنون وبيجي لين يجي هنا ما سمعني وبعدين بيقول ها وش قلت حجار يا فهد حجار بطاريه يا ريحة هذي طيب اسلم وش كنت اقول امك ماخذ عليك عهد انك ما عاد ابكي ما تبكي اي شخبوط يوم طلع من قوه ما انا منصدم ما بكيت انا شفتني تبلد انا يوم 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 كنت في اللقاء معكم يوم شفته وانا اهجد واسكت وروح وخليه لين جاو جلس مع العيال بعدين طلعت قدام ومسوي ثقيل انا طلعت تسجل مع الفارس يوم يقول انت ابو انا اجي واقول له اقول له وش هو اي يوم اقول انت ابو الزعي صح وقال انت ابو المهند بعد يقول مايكك اوكي كيف طيب تعال جيب كرسي وتعال والله قد بيطفي جيب كرسي وتعال لا والله ما تروح تنام خلاص باقي ساعه عندي لقاء هنا مع ابو حسن تعال اضيفك في اللقاء ابو حسن لازم اجلس المهم واقعد هنا و يعني توفى يا اخي تعال خلنا نسولف انت وانا شيء انا جالس معك والله تدري توني تعال هنا عبد الله تجي معك عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه الله يرحمه تدري انه توفى وانا عمري توفى باليوم اللي انا ولدت فيه تدري ها نعم يعني توفى وانا عمري 6 سنين نعم انا اكبر منك ب 6 سنين انا باقي ما جيت اتوقع انت توفى انت اللي اكبر ولا انا اكبر منك ب 6 سنين صح عليك انت حتى لو عمرك كبير ترى تبقى اخوي الصغير الله يسعدك انت حتى لو ان عمرك اكبر من عمري عقلي اكبر من عقلك بس انا اللي اهتم فيك يا غبي الله يعينهم حسن عليك آمين. قول امين امين ويني عليك يا رب فهد تعال هنا يا اخي والله قريب والله تعال خذ هذه وجلس هنا يقول لك اعاني الساعه خلك قريب فهد سبحان الله ترى اغلب اللي في البرنامج هنا الشباب يوم نجلس على سره هناك طلع سبحان الله كل واحد منا له قصه في حياته مؤلمة والله العظيم شوف اليوم الرادار طقطقوا على احمد التوم اقسم بالله ما عندهم سالفة ليه بعلمك ليه